الآن موجز الثالثة من ميسات، أهلا بكم. غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة ميونخ الألمانية بعد زيارة استمرت 4 أيام شارك خلالها في مؤتمر ميونخ للأمن. هذا وكان السيسي قد عقد خلال الزيارة عدد من اللقاءات المهمة مع كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء أوكرانيا وأستونيا، كما والتقى مع مجموعة من رؤساء الشركات الألمانية والعالمية ومنها مرسيدس وبي ام دبليو. كما ألقى السيسي كلمة مهمة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن. استقبل الرئيس السيسي بمقر إقامته بمدينة ميونخ نائب رئيس مجموعة دايمر اي جي والتي تضم مرسيدس للسيارات ضمن شركاتها، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز للسيارات المسؤول عن قطاع الإنتاج. وخلال اللقاء أعرب السيسي عن ترحيبه بالبيان الذي أصدرته شركة مرسيدس بشأن استئناف نشاطها في مصر، مؤكدا الحرص على تكثيف التعاون مع الشركة في ضوء سياسة الدولة نحو التوسع في مجال صناعة السيارات. استقبل رئيس السيسي بمقر إقامته بميونخ رئيس التنفيذي لمجموعة تيسن كراب العالمية، وشهد اللقاء بحث نشاط المجموعة في مصر، خاصة مشروع إنشاء مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. ومن جانبه أعرب السيسي عن تقديره لنشاط مجموعة تيسن كراب العالمية في مصر خاصة في مجال الأسمدة، مشيرا إلى الحرص على دفع أوجه التعاون بين الجانبين. أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المواقع الأمنية بشمال سيناء. هذا وقدمت الكنيسة في بيان لها خالص العزاء لأسر الشهداء، مصلية إلى الله من أجل المصابين لكي ينعم عليهم بالشفاء التام، وأن يحفظ الله الوطن من كل شر، وأن يعيد مرتكبي الجرائم الإرهابية إلى وعيهم وإنسانيتهم حفظا للأوطان وبناء للإنسان، مؤكدة تضامنها الكامل مع القوات المسلحة والشرطة وكل القوى الوطنية في التصدي للإرهاب الغاشم. صرح المبعوث الأمريكي للملف السوري جيمس جيفري أن الانسحاب من سوريا سيتم تدريجيا وبالتشاور مع الحلفاء. وأضاف جيفري أن واشنطن لن تقبل عودة النظام إلى المناطق التي تنسحب منها القوات الأمريكية، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده تدعم حلا سياسيا للأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة. ورياضيا، يواجه الزمالك اليوم إنبي في 6 مساء على استاد بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري الممتاز. هذا ويسعى الزمالك للفوز للحفاظ على صدارة ترتيب الجدول برصيد 48 نقطة، فيما يأتي إنبي في المركز الخامس 10 برصيد 21 نقطة. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية الموجز، ونلقاكم في نشرة إخبارية مفصلة في 4:30. إلى اللقاء.